استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هو السيد رئيس الوزراء راح ليه النهارده يا فندم؟ احنا النهارده عندنا تكليف من سياده الرئيس بالاهتمام بعدد من المشروعات على راسها تطوير المناطق غير الامنه اللي هنسكن فيها اهالينا اللي كانوا بيعيشوا في مناطق منعدمه الحياه تقريبا وبننقلهم لجوده الحياه زي ما حضرتك شايف في الفيديو اللي حضرتك عرضته او في الاثمارات اللي سلمناها او في غيط العنب او في غيرها من المناطق اللي الدوله نفذتها في الفتره اللي فاتت. فاحنا عندنا متابعه مستمره لهذا الملف وحاطينه على اجنده الاولويات. عندنا في محافظه القاهره تستحوذ على النصيب الاكبر من المناطق غير الامنه اللي بيتم تطويرها. عشان كده النهارده معايا رئيس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي زار المنطقتين مهمين جدا، منطقه روس السيده زينب وتل اللي هي كان بيسموها تل العقارب سابقا، ويمكن يوضح من اسمها شكلها كان عامل ازاي. دي كانت منطقه غير امنه بيسكنها اهالينا اللي كانوا في عدد من الوحدات غير صالحه للسكن نهائيا. الحمد لله تم نقلهم الى وحدات بالايجار على نفقه الحكومه لحين الانتهاء من هذه الوحدات الجديده اللي هي على طراز معماري اسلامي شابه المنطقه اللي بتتنفذ فيها وهي منطقه السيده زينب، ومعموله على اعلى مستوى التنفيذ. ممكن انا هقول حاجه بقولها لنا المواطنين اللي بيروحوا يشوفوا الوحدات دي، بيقولوا احنا مستعدين ندفع اعلى الاثمان في ثمن شقه في هذه الوحدات. فقلنا لهم دي شقق ليست للبيع ولكن هيحصل عليها اهالينا سكان المناطق المنطقه دي اللي كانوا ساكنين فيها، هم دلوقتي ساكنين في ايجار وهننقلهم بعد انتهائها. كمان انتقلنا لمنطقه الاثمارات، مشروع الاثمارات ثلاثه. حضرتك طبعا تابعت سياده الرئيس كان سلم وحدات في مشروع الاثمارات. الاثمارات احنا عندنا فيها ثلاث مراحل، المرحله الاولى والثانيه وتسلموا خلاص، وعندنا المرحله الثالثه اللي فيها اكثر من 7300 وحده باجمالي تكلفه 1.8 مليار جنيه. الوحدات دي بتتنفذ في عمارات تصل استطاعها 9 ادوار. لاول مره يا استاذ احمد اهالينا سكان المناطق العشوائيه غير الامنه هيسكنوا في عمارات بالاسانسيرات مشطبه تشطيب كامل، فيها العفش كامل، فيها كل الاساس، هيسلموه مع تهدئه ان شاء الله اللي هيتم قريبا. النهارده طبعا الوحدات دي كلها بيكون بيتنفذ معاها مع الوحده الخدمات المختلفه اللي هي المدارس، الحضانات، المراكز الطبيه، الملاعب المفتوحه، الاثمارات في مسرح كمان. فعندنا كل الخدمات دي بننفذها مع المشروع. عندنا كمان في القاهره الدكتور مصطفى تابع النهارده برضه موقف تنفيذ مشروعين مهمين جدا، مشروع المحروسه 1 و2، وده لا يقل اهميه عن الاثمارات، حوالي 4600 وحده بتنفذهم بخدماتهم كامله، وهم دلوقتي في مرحله التشطيب النهائي ايام ويكونوا خلصوا. المرحله المشروع الثاني هو مشروع معا اللي بننفذه بالتعاون بيننا وبين مؤسسه معا لتطوير المناطق العشوائيه اللي بيراسها الفنان محمد صبحي. عندنا برضه في المشروع ده حوالي 4400 وحده برضه. فالقاهره فيها عدد كبير من الوحدات هتخلص بداعا حتى اخر هذا العام. الوحدات كلها بنجهز دلوقتي بالتنسيق بين عدد من الجهات، منها وزاره الاسكان وزاره التضامن والقوات المسلحه وعدد من الجهات الاخرى والجامعات الاهليه، عشان نجهز الاساس او العفش اللي هيتفرش بيه الوحدات دي، بحيث ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا خطه تسليم بتشريف سياده الرئيس قريبا ان شاء الله لجميع هذه الوحدات اللي معموله على اعلى مستوى بتحقق جوده الحياه. والدوله انفقت حتى الان تقريبا حوالي 20 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الامنه، وده بياكد حاجه مهمه جدا ان الدوله حاطه هذه الاليه كاحد اليات تحقيق العداله الاجتماعيه بين المواطنين. بناخد من القادرين الوحدات اللي بنطرحها بقى الغاليه، سواء في العاصمه الاداريه الجديده او في العلمين الجديده او في غيره، عشان نعمل الاهالي دول اللي ما شافوش قبل كده سكن ادمي وكانوا ساكنين في مناطق بتهد ارواحهم نفسها، ناخد من القادرين عشان نعمل للغير القادرين وندعمهم دعم كامل، سواء سكان المناطق العشوائيه غير الامنه او الاسكان الاجتماعي اللي بتوفره الدوله وحققت فيه دلوقتي شوط كبير جدا حتى الان. احنا بالنسبه للاسكان الاجتماعي انفقنا حد ايه كام لحد دلوقتي، وبنينا قد ايه يا فندم، وسلمنا كام منهم؟ الاسكان الاجتماعي احنا عندنا حتى الان اللي اتنفذ واتسلم واللي بيتنفذ دلوقتي تقريبا 600,000 وحده سكنيه. الدوله ضخت فيهم استثمارات حوالي 100 مليار جنيه. 600,000 وحده سكنيه الدوله ضخت فيهم استثمارات حوالي 100 مليار جنيه. سلمنا
حوالي 300,000 تقريبا لو ما خرجتش الذاكره، والباقي بيتسلم تباعا للمواطنين المستحقين. وده اكبر مشروع لاسكان شريحه محدوده الدخل في المنطقه. ان شاء الله برضه هنعلن عن الاعلان العاشر قريبا للاسكان الاجتماعي، وفي اكثر من 100,000 وحده سكنيه هنطرحهم للتنفيذ والحجز في عدد من المدن اللي بتستحوذ على النصيب الاكبر من رغبه المواطنين في الحجز، زي اكتوبر الجديده وزي العبور الجديده وزي بدر و15 مايو والعاشر من رمضان. بنجهز الطرح ده ومستمرين، مش هنبطل يا استاذ احمد، مش هنتوقف عن بناء الوحدات السكنيه لشريحه محدودي الدخل والشباب اللي هو بنسميه الاسكان الاجتماعي، مش هيتوقف برضو عن تنفيذ وحدات متوسطه الدخل، وبرضه مش هنتوقف عن تنفيذ الوحدات للقادرين. ولكن الدوله بيختلف تعاملها مع محدود الدخل عن المتوسط الدخل عن القادر ازاي. بدعم دعم كامل محدود الدخل اللي بياخد اسكان اجتماعي او بياخد سكن في المناطق التي تم تطويرها وكانت عشوائيه غير امنه، بساند شريحه متوسطه الدخل، بمعنى ان انا بدي لهم وحده اقل من سعرها السوقي، لان متوسطه الدخل هم اللي تبنى عليهم المجتمعات. اما القادرين او الاغنياء فبوفر لهم الخدمه او اوفر لهم الوحده او قطعه الارض، ولكن بسعرها الحقيقي بدون اي دعم او مسانده، وباخد العائد ده ادعم بيه محدود الدخل وسكان المواقع العشوائيه. قول لي يا استاذ هاني، العلمين دخلتوا فلوس قد ايه منها لحد دلوقتي؟ احنا مش عايزين نحصر المشروع ده يا استاذ احمد، بس خلينا اقول لحضرتك ان احنا طرحنا وحدات طبعا من خلال شركه سي تي ايدج اللي هي بتبيع هي الوحدات، وحدات طرحنا كنا مستهدفين نطرح في الاول برج او برجين من اجمالي ال 15 برج اللي بتنفذهم الوزاره حاليا. الحمد لله حجزنا حتى الان حوالي 5 ابراج ومتوسط، واحنا اللي وقفنا الحجز لان في اقبال كبير جدا، واحنا اللي وقفنا الحجز وهنبدا بقى في التعاقد قريبا مع الناس اللي حجزوا. الحمد لله كان في لسته طويله من الناس اللي طالبين الحجز في الوحدات دي، مع ان الوحدات دي طبعا زي ما بقول وحدات فاخره، وحدات في منطقه لن تتكرر على البحر مباشره، خلفيه بحيرات على اعلى مستوى من التنفيذ. المكان طبعا هو المكان اللي على الساحل الشمالي في المنطقه لن تتكرر في العالم، بنقول في العالم ده كلنا حضرتك سافرت وكلنا سافرنا وشفنا، مفيش الرمله دي خالص موجوده، مفيش الميه اللون الفيروزي دي موجوده. المكان ده مكان فعلا ساحر ويستحق ان هو يتباع باعلى سعر الاجاره، وبرد على كل بيقول انتوا بتبيعوا المتر ب 30,000، لا احنا المتر باعلى من 30,000 بكتير، ولو قدرنا نبيعه اكثر من كده كمان هنبيع ليه؟ لان المواطن اللي بيسال وبيقول لي المتر بالسعر الغالي ده في العالمين الجديد ده، هل يقبل ان انا كدوله ادعم مواطن تاني قادر غني عايز يسكن في احلى منطقه في العالم؟ ده يبقى اهدار مال عام. انا عندي منطقه متميزه جدا لازم استغلها لاستغلال الامثل عشان اخد اعلى عائد منها، ادعم بيه محدود الدخل اللي ساكن في العشوائيات، ادعم بيه الاسكان الاجتماعي اللي الدوله بتوفر ليه دعم كبير جدا. انما اللي هيسكن في منطقه زي دي متميزه، او اللي هياخد ارض في القاهره الجديده في منطقه الجولف، لازم ادفعه ثمن الارض الحقيقي. لا يمكن ان الدوله تدعم الاغنياء، الدوله تدعم المحتاجين ومحدود الدخل فقط لا غير. بعنا كام لحد دلوقتي في العالمين برضه؟ ما قلتليش سؤال، ما ردتش. ما انا قلت يا فندم قلت 5 ابراج. بعنا كام؟ 5 ابراج، لكن بكام لسه طبعا مش هقول يا فندم، بنضرب الحمد لله بمبلغ كويس، واحنا مستمرين برضه زي ما قلت في السيادة اللي بقول عليها. هو الشقه ب 3 مليون ولا اكتر؟ اصغر شقه 3 مليون يا فندم. اصغر شقه يعني في اكتر من 3 مليون؟ يا فندم. احنا عندنا المساحات بتبدا من 90 متر تقريبا وحتى 300 متر او 350 متر تقريبا. لحد 300 متر تقريبا. يا فندم المتر 30,000 ده كان البدايه. هو ممكن يغلى اللي جاي المراحل الجايه ممكن تغلى؟ لا هو غلي اصلا. غلي كان اول هو بدا الطرح ب 30 وقعد الاسعار تتسع لحد ما وصل لاكثر من كده. وخليني اقول لك يا استاذ احمد وجاوبني، هل انت كمواطن عادي كيف ترضى ان الدوله يكون عندها قطعه ارض او وحدات سكنيه في منطقه متميزه زي دي وتبيعها ارخص من ثمنها الحقيقي؟ لا طبعا، وانت طالما لا اقبال عندك اضرب الاسعار اللي انت عايزها، طالما لا اقبال وطالما هي منطقه متميزه يا فندم وغاليه فعلا. انما انا الدوله تحاسبني انا بقى ايه؟ لو ببيع في الصعيد المتر بالكلام ده يبقى المواطن كله حاسبني، انت ازاي بتبيع في الصعيد بالكلام ده؟ انما احنا عندنا في الصعيد الاراضي نفسها مش بقى الشقق المتر بقى اقل من 1000 جنيه وبقى 500 و600 و700،
في مدن الصعيد، انما منطقه متميزه لازم اخد منها اعلى سعر، لان اللي هياخدها غني قادر ما ينفعش انا كدوله ادعمه، والا يبقى اهدار مال عام. واخد عائد بقى البيع ده ما باخدوش غير ما بتصرفش فيه غير لمحدود الدخل، لان الدوله دلوقتي زي ما قلت من شويه العشوائيات 20,000 جنيه 20 مليار جنيه، وزي ما قلت بعدها ان الكيل الاجتماعي 100 مليار جنيه. الدوله هتجيب منين يا فندم الكلام ده غير من استغلال الامثل لمواليدها؟ واحد اهم اليات استغلال الامثل لمواليدها هي اصول الدوله اللي بتتمثل في الاراضي والوحدات السكنيه اللي بتمتلكهم وزاره الاسكان. استاذ هاني يونس بشكرك شكرا جزيلا، مستشار الاعلامي للسيد رئيس الوزراء، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.